المهم الخوت مزيان انستاليو فيزوال ستوديو، فيزوال ستوديو باش نكوديو في الاسامبلي. المهم هادي كتيشارجي كتانستالي كيطلع لك هنايا كيقولك شنو تزيد معاه. انا ما نزيد معاه والو، انت باش ندير شي ورك لود صافي. الا بغيت شي حاجه غادي نزيدها من بعد. صحاب الكونيكسيون ضعيفه تيبغيو انستاليو كل حاجه بوحدها، لذلك مثلا بغينا نزيدو شي ورك لود مثلا نمشيو ندخل عاوتاني لانستالاسيون، ندخل لانستالاسيون ونديرو كونتيني غيتشيكي بلي كلشي مانستالي. ديك الساعه غادي اجوتو شي ورك لود الا بغينا. اوكي نديرو موديفاي، موديفاي خرجوا لي لي ورك لودز. الورك لود اللي غادي نزيدو الخوت هذا فيه 8 جيجا بايت، عندك ما دير، ممكن نزيدو نقصو منه هنايا ولكن بلاش، غادي نديرو موديفاي. هنا دابا الخوت غادي نديرو امتي بروجيكت، واخا نديرو فاين نيو بروجيكت، نمشيو نقلبو على امتي بروجيكت اللي هو هو هذا، غنديرو نيكست، غادي نسميو بروجيكت مثلا تيست اسام. تيست اسام ورانا فين كاين سورس ريبو، غنديرو كرييت مزيان. هذا هو تيست اسام، هنا غادي نجيو غادي نديرو بيلد ديبندنسي بويل كاستمايزيشن ونديرو ماسم هنايا. ماسم ملي درنا ماسم غادي نديرو اد، نديرو نيو ايتم. اول حاجة نديرو واحد التخربيقة، مخصهاش تكون ماين، مخصهاش تكون ماين، خصها تكون تخربيقة مثلا اكس دوت سي بي بي. ونديرو اد عاوتاني سوليشن وحدة اخرى، اد نيو ايتم، مغاديش يكون سي بي بي، غيكون مازم، لا غيكون مين مثلا دوت اسام دوت اسام الاكستنسيون ديال اسامبلي. نديرو اد المين اسامبلي تما فين كاينه القصه، غادي نحطو الكود ديالنا اللي هو دوت كود، نبداو نبروغراميو دوت كود ماشي دوت داتا، المهم دوت كود. نفتحو الانتري بوينت ديالنا اللي هي المين بروسيس، وغادي نسدوها، غادي نديرو اند، اند ديال الكود كامل اند. هنا غادي نديرو 123، نحطو 123 في الار اكس. هنا الارشيتكتور ديالنا خدامين ب 64، نديرو 123 في الار اكس ونديرو ريتورن. واخا نجي نبيلديو كلشي، شنو غادي يطلع لنا؟ شوف اكزيتد ويت كود 123، بريس اني كي تو كلوز ذيس ويندو، يعني خدم لينا اول، يعني اصغر كود، اسهل كود في اسامبلي حنا كوديناه الحمد لله، ودي شي حاجه زوينه.